صغيرة أو بور على يسارك صعدة صغيرة، تروح عن طريق هاي الصعدة تنزل هنا باعوم تضبط مثل ما تشوفون، إذا ضبطت إن شاء الله تضبط، تيجي تنزل بعدين تسوي بعد جمدة بعدين تنزل تضبط. لا والله ما ضبطت ما ضبطت، لازم شنو تنتظر شباب؟ تقمز الجمزة الأولى بعدين تنتظر شوية بعدين تقمز الجمزة الثانية، تمام؟ وبعدين تظل بالآر 1 إذا كنت على البلاي ستيشن، وإذا كنت على الحاسب بالماوس على البلاي ستيشن، تمام؟ نرجع نجرب مرة ثانية إن شاء الله تضبط، ساعة ضبطت كل ساعة تضبط طبعاً، يعني ناخذ الرونز طبعاً راح تكون الرونز طبعاً ما مبين يمكم، بس خليني أقول لكم إيش قد الرونز اللي عندي هسه، يعني عندي 2 مليون شوي، يعني شوي هاي هنا بعض هنا هنا صغيرة هنا بالضبط. هاي هنا تسوي وحدة تنتظر الثانية وتدوس همات هاي طبعا لما اريد اصور دائما شباب لما اريد لازم تصير وياي شغلة، يعني بس قبل التصوير مثل ما تشوفون شباب ضبط الجلتش ويانه بعد ما حاولت يعني الداتا بعدين هو المهم بالجلتش انك تنتظر شويه بالجنب الاولى وبعدين بالثانيه وتظل على الار 1 معلق لما تنتظر يجي لك تشوف هسه تجي لك طبعا اكو وحشين راح يجينك الريورد مال الوحشين سلاح كلش قوي راح اشوفكم يعني اخذته وهمينا راح تنتظر لما هسه تختفي الجبال وتختفي الصخور اللي تشوفونها لما يجي لك يبدي الرونز، لما تختفي كلها يعني يجي لك طبعا مليون 800 انت ورزقك انزين، وتظل تكرر هاي المحاوله قد ما تريد وراح يجي لك الرونز، طبعا هاي الجلتش جديد بالتحديث الجديد اللي هو نزل اخر شيء هو 1.4 اتوقع، شوف بدت تختفي الجبال، هسه يبدي يجي لك رونز. لان انا الصفحه او الشاشه التصوير مسويها مربعه ما راح يبين ايش قد راح يجيني، راح اقول لكم هسه ايش قد راح يجيني. وراح تشوفون هاي اجاني هسه هاي شوفوا وحوش انكتلت اجاني 200,000 تمام. بعد هسه راح اظل انا مستمر طبعا بهاي الاثناء شباب راح تظلون تضربون بالسيف اللي بايدكم، لازم يكون سيف بايدكم تضربون كليك اذا على الحاسبه وار 1 اذا كنتوا على البلاي ستيشن. وبس شباب هيك راح يكون الجلتش تمام، اخليكم ويا تكمله المقطع ويا الوحوش والريورد اللي راح تشوفونه، اتمنى لا تنسونا باللايك والشير والسبسكرايب، نشوفكم على خير حبايبنا، بيس.